نوفل الوهابي رئيس مصلحة المركزية لتقنية المتفجرات بالمديرية العامة للأمن الوطني. مرحبا بكم في هذا الفضاء الخاص بتقنية المتفجرات. كما كتلاحظوا حاولنا في هذا الفضاء هذا نستعرضوا واحد العدد ديال المعدات والتجهيزات ووسائل العمل اللي وضعها المديرية العامة للأمن الوطني. هنا إشارة المتخصصين في هذا المجال من أجل القيام بالمهام ديالهم على أكمل وجه، وخصوصا في واحد الظروف وخاصة يقوموا بها في ظروف اللي هي آمنة وكتسم بالسلامة الممكنة. كما كتعرفوا المهام ديالنا يمكن نعطيكم عليها فكرة، كتختزل في التعامل مع الأشياء المشبوهة اللي ممكن أنها تكون متروكة سواء في الشارع العام أو لا في أماكن خاصة، أشياء اللي هي مشبوهة أو لا ممكن تحتوي على مواد قابلة للانفجار أو مواد متفجرة. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن مواد متفجرة طبيعي أننا كنفكروا في الأمان وكنفكروا في السلامة بالدرجة الأولى، السلامة ديال المواطن المغربي والسلامة أيضا ديال الموظف المتخصص في هذا المجال. لذلك عندنا هذا النوع ديال المعدات ديال العمل اللي هي الحمد لله معدات عالية الجودة عالية التقنية، كتمكن الموظف المتخصص في هذا المجال أنه يقوم بواحد العمل ديالو ل 100% عن بعد. وغادي نركز على هذه المسألة ديال 100% عن بعد، لأنه حنا في المجال ديالنا الفلسفة ديال التدخل تقتضي أنه في التعامل مع الأشياء المشبوهة اللي ممكن تأذي الإنسان أو لا تودي بالحياة ديالو، كل ما كان بإمكانك أنك تقوم بواحد التدخل عن بعد كل ما كان مزيان. دونك كنستغلوا هذا النوع ديال التكنولوجيا، داكشي علاش كتشوفوا مكتوب في السورتون ديالنا بأنها تكنولوجيا في خدمة الأمن. هاد لا تكنولوجيا الحمد لله كتمكن الموظف المتخصص أنه يقوم بواحد المجموعة ديال العمليات ديال البحث وديال التقصي وديال الغاتيساج بالمساعدة ديال هاد الآليات وجميع المعطيات اللي كيحتاجها باش يقوم بالتدخل، كتوصلوا حتى لعندو بطريقة آمنة وهو جالس في واحد المكان اللي هو مؤمن بدون مشاكل. بالنسبة فاش كتوصلكم إخبارية حول وجود شي عبوة ناسفة، أول حاجة كديروها شناهي؟ بطبيعة الحال بمجرد ما كنتوصلوا عندنا المعلومة اللي خصنا ربما نبارطاجيوها مع المواطنين، أنه ربما هذا النوع ديال الباقيات كنتوصلوا بهم حنا بطبيعة الحال من قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط 19، لأنه هو اللي كيكون بتواصل مباشر مع المواطن المغربي، وبطبيعة الحال هما بدورهم كيعكسوا علينا الباقية وكنتوجهوا لعين المكان. أول أشياء بطبيعة الحال اللي خصنا نديروها هو أننا نخليو هذاك المكان، نقوموا بواحد العملية ديال ليفاكياسيون، كنبعدوا دوك الناس اللي هما فضوليين أو اللي ما المفروض أنه ما يبقاش في ذاك المكان، حفاظا بطبيعة الحال على السلامة ديالهم. وبالمساعدة ديال هذه المعدات هذه كنقوموا بالتدخل بطبيعة الحال اون فونكسيون ديال لا فورماسيون اللي حنا تبعنا أو لا كيفاش كنتعاملوا مع هذه الأشياء هذه. كناخذوا كل كما كنقولوا كل مرحلة على حدة، كل مرحلة كنستعملوا فيها واحد النوع معين ديال 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 المعدات. وبطبيعة الحال عندما يتم التيقن من وجود واحد المادة اللي هي مشبوهة وتشكل خطر، بطبيعة الحال ديك الساعة يتم التدخل عليها من أجل تفكيكها ومن أجل تحييد هذا الخطأ هذا. كاين بطبيعة الحال كما كتشوفوا هو الفضاء تبارك الله كبير، وحاولنا نجيبوا عينة من جميع المعدات اللي كنتوفروا عليها. من الأشياء بطبيعة الحال اللي كتلفت الانتباه بشكل أكبر عند المواطنين في هذه الأيام ديال الأبواب المفتوحة هما هذا الروبوتات، هذو بطبيعة الحال هما أجهزة يتم التحكم فيهم عن بعد من أجل تصحيح عودة المفاهيم. كذلك هذا الروبوتات ما كتقومش بالمهمة بطريقة تلقائية، بطبيعة الحال كاين واحد الموظف ومتحكم متحكم فيها، واحد لوبيراتور اللي كيكون بطبيعه الحال وراء هاد لي كونسول هادو، وهو باستعمال هادوك الكاميرات اللي كيتوفر عليهم هاد لي روبو، باستعمال هادوك المستشعرات اللي كيتوفر عليهم، المعطيات كامله كتجي لعندو حتى لا كونسول اللي هو قدامها يعني سون فيل، وكتوصلوا حتى المسافه واحد المسافه اللي هي امنه، ممكن توصل حتى 300 400 متر، وهذا في حد ذاته كما قلت لك تيوفر واحد الجو امن ديال العمل الحمد لله. وهنا باش نعطيكم ايضا واحد الفكره على الجوده ديال هذه المعدات اللي كنتوفروا عليها، واللي نقدر نقول بانها رقم واحد على المستوى الافريقي الحمد لله، هو ان هذا روبوتات قادره بالاضافه لهذوك الاكسسوارات اللي كيمشيو معاها انها دير بزاف ديال المهام بدون تدخل العنصر البشري. اللي قصدت لك بدون تدخل كما قلت لكم العنصر البشري ديما حاضر وراء الكونسول، ولكن بدون ما العنصر البشري يضطر انه يقترب فيزيائيا لهذيك الحاجه اللي هي مشبوهه. دونك لو روبو ديالي كنقدر نيكيبي بواحد المجموعه ديال لي زاكسيسوار، واحد المجموعه ديال لي زوبسيون، وهذا هو كما كنقولوا الخصوصيه ديال هاد لي روبو هادو. لو من قبل كانت لا تكنولوجي ديال لي روبو، ولكن كانت المهام اللي ممكن يقوموا بها مهام اللي هي محدوده،
وبالتالي ملي كتوصل واحد الامر اللي هو خاص في التدخل كيمفروض على الانسان او العنصر البشري يلبس ديك البدله ديال الحمايه ويتوجه باش يعرف يعني التفاصيل اكثر. الان الحمد لله هاد لي روبو هادو قادرين انهم من البدايه حتى النهايه يديروا المهمه كامله عن بعد. جميع الانواع ديال المتفجرات كتستعملوا هاد الروبو ولا كل على حسب طبيعه العبوه ولا المتفجر ولا لا؟ بطبيعه الحال حنا ما كيهمناش النوع ديال الماده المتفجره. حنا بالنسبه لنا اي ماده قابله للانفجار فهي كتشكل خطر. حنا كنتعاملوا مع الخطر اللي كتشكلوا هاد الماده هادي، لان الوقت اللي كيوصلنا هذاك الاخبار بموجود واحد الشيء مشبوه بصفه تلقائيه كنتعاملوا معاه بانه ممكن يؤدي الله يحفظ انه يتأذى واحد المواطن مغربي، وكنتعاملوا معاه بالجديه المطلوبه وما كنميزوش ما بين حتى شي نوع من الخطر. المهم انه يتم التحييد ديالو وان المواطن المغربي حتى واحد ما يتأذى في الشارع العام، ودوز الامور ان شاء الله ويتم ارجاع الامور الى نصابها في اقرب وقت ممكن.